حسم نادي شباب بلوزداد بطاقة العبور إلى المشهد الختامي في منافسة كأس الجمهورية بعدما تأهل بركلة الترجيح على حساب جاري اتحاد العاصمة ليلاقي بذلك أبناء العقيبة مولودية الجزائر في نهائي الأحلام الذي سيحمل العديد في طياته، حيث لم يسبق لمولودية الجزائر وشباب بلوزداد أن تقابل في نهائي السيدة الكأس منذ الاستقلال، والفريقان لأول مرة سيلتقيان لأجل غاية واحدة هي فك الزعامة بين الفريقين حول أكثر نادي حقق الكأس الغالية في مشواره الكروي. فالمولودية والشباب يمتلكون 8 كؤوس في خزائنهما، والفائز في النهائي سيتوج حتما بالتاسعة. ومما لا شك فيه فإن أنصار الفريقين سيصنعان لوحات فنية في الأحياء الشعبية كما جرت العادة قبل يوم المباراة التي ستتزين مدرجاته بألوان الناديين. ناهيك أن اللاعبين سيسعون لتقديم مستويات عالية فوق أرضية الميدان تتيح لهم فرصة هز الشباك وضمان الفرجة والمتعة للمدرجات، كما أن إدارة الفريقين ستحفز لاعبيها بطريقتها الخاصة من أجل التتويج بالكأس الغالية لوضعها في خزينة النادي والاحتفال بها رفقة الأنصار في كل الأحياء الشعبية. إن شاء الله نتمنى التوفيق للفريق تاعنا. ولو أن الجميع يدرك صعوبة الرهان في ظل رغبة الطرفان للتتويج بالكأس الغالية التي ستكون مسك الختام، بل أحسن هدية للمناصر الذي يعشق الألوان دون كتمان. والسؤال المطروح، لمن ستعود الكلمة يا ترى في هذا النهائي الغالي والمثالي بين الطرفين؟ زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.